يا مرحبا ويا هلا والله ومسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير أعزائي المشاهدين أينما كنتم من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج أو الوطن العربي أو من كافة أنحاء العالم عبر شاشة التلفاز أو على منصة اليوتيوب بشاشة قناة الواقع الفضائية. أنا عبد الرحمن الكليب ورحب بكم أجمل ترحيب من فقرة كم الرقم المصاحبة لبرنامج البزنس بموسمه الثاني مع نجوم مبدعين متألقين. وصلنا إلى 45 يوم انقضت بحلوها ومرها وجمالها وإبداعها وبكل أمر مختلف. الصوت تكفون يا شباب، الشارع عندي هنا. ففي فقرة كم الرقم اليوم أصحابكم في هذا الوقت الساعة 6 مساء استثنائيا اليوم، حيكون هذا اليوم لوجود ليلة فيفا، حتكون إن شاء الله الساعة 9:30 ليلة فيفا، حتكون برفقة نجم برنامج البزنس في هذه النسخة موسى الفيفي وضيوفه الكرام والذين قدموا من فيفا. نقضي إن شاء الله ليلة طربية جميلة في هذه الفقرة. حياكم الله شباب ويا مرحبا فيكم. شباب تكفى الصوت هنا عندي الشارع. فاليوم في فقرة كم الرقم بنحاول نخلي الرتم سريع، وعشان بعدها فقرة عادل الحربي، وبعدها إن شاء الله تقضون أوقات ممتعة في فقرة فيفا. هل الجميع مكتمل؟ حتى إذا بدينا ترى لن أسمح لأي شخص خارج الـ يعني ايه الحين راح الصوت. طيب في فقرة كم الرقم ان شاء الله اليوم الاسئلة نقول نوعا ما سهلة ان شاء الله، مع العلم ان احاول جاهدا مع احمد عبد الرحيم ان الكل يكسب هالمئة نقطة، لان ودي تجاوب بثقافة وتاخذ هالمئة نقطة. فتأكد انك لو ما اخذت المئة نقطة من فقرة كم الرقم حاول انك تتذكر. يا مرحبا عليكم السلام. حاول انك تتذكر الاجابات لان ربما تجيك في البرايمات القادمه، وخاصه ان كل برايم جالس يتحول من موضوع الى موضوع وعنوان الى موضوع الى عنوان. فتاكد ان تقريبا الاسبوع الماضي كان عنوان الاسئله وش؟ على الحيوانات. الاسبوع هذا ما ندري وش بيكون، فربما يكون الاسبوع القادم تاريخ ورياضه، تاريخ بزنس، فربما سؤال سؤالين يجي نفسه ولكن بصياغة ثانية. أيضا مشاهدي الكرام دائما وتأكدوا وثقوا تماما أن إدارة البرنامج وفريق الإعداد ومن يمثل كيان قناة الواقع الفضائية حريص جدا بالدقة والتفاصيل بجميع الأسئلة. يعني إحنا ممكن نطلع من فقرة كم الرقم أو أي فقرة من الفقرات نشوف فرق الدعم الخاصة بالمتسابقين يحاولون أن يقولون والله سؤال فلان كان خطأ، أو سؤالكم أنتوا حطيتوه خطأ أو الصيغة خطأ. فتأكدوا أن أي واحد من المتسابقين إذا كان له حق فبياخذه، وإحنا ترى يعني ربما نخطئ في الأسئلة أو تكون هناك أكثر من معلومة في السؤال، حتى أحيانا أنتم جمهورنا الكريم والجميل ما تفهمون صياغة السؤال من السرعة في الفقرة، فتتأكدون من خلال يعني. فخلوني أوضح موضوع سؤال خلف اللي كان تقريبا أسبوع الماضي، متى تم دمج بنك الأهلي مع بنك سامبا. طبعا كانت الإجابات في 2021 وفي 2020، هو فعليا كانت الاتفاقية في 2020، الاتفاقية يعني أبرموا اتفاقية أن سيدمج البنكين في 2020، ولكن تم الاندماج بنسبة 100% وتم نقل حسابات بنك سامبا إلى البنك الأهلي في الربع الرابع من 2021، وبهكذا يكون السؤال إجابته 2021. ومعوض خير خلف القحطاني أو أي متسابق، تأكدوا أننا حريصين جداً أن المتسابق يأخذ حقه في هذه الفقرة، ومشكورين جدا أنكم جالسين تعاونونا بكلامكم الطيب، انتقادكم السلبي والإيجابي. وتأكدوا دائما أننا نستمد القوة من الله ثم منكم ودعمكم وعطائكم. نبدأ؟ الجميع موجود؟ الجميع موجود يا شباب؟ باقي السفير واحد من السفراء.
نتوكل على الله، هو أول المتسابقين معنا.